لمزيد من المتابعة أيضا بشأن اقتراب انتخابات مجالس المحافظات وعزوف العراقيين عن تحديث بياناتهم ضمن سجلات الناخبين، معنا عبر سكايب من لندن أكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. مرحبا بكم دكتور نعمة. إذا حياكم الله. إذا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، كيف ترى هذه التحضيرات والترتيبات التي تجري الآن، خصوصا بعد تمرير قانون الانتخابات الذي يخدم بطبيعة الحال هذه الكتل السياسية؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم ومشاهدي قناة الرافدين البطل المقاومة لهؤلاء الذيول الجاثمين على صدور العراقيين. نعم، الحقيقة ستكون هنالك انتخابات كما يدعون في 18 ديسمبر مجالس المحلية، واللي عدد الأحزاب والكيانات وصل إلى 340. والغريب في الأمر أن هؤلاء الفاشلين الساقطين في قيمهم وأخلاقهم وسرقاتهم أنه يعيدون نفسهم، والشعب قسم مع الأسف قسم من الشعب العراقي لحد الآن يصدق وعود هؤلاء القتلة الذين يحكمون العراق. نعم. إذن ما تفسيرك لعدم إقبال كثير من المواطنين بتحديث بياناتهم ضمن سجلات الناخبين قبيل هذه الانتخابات؟ عزيزي، هذا يبين لك الرأي أنه لا يعيرون أهمية لهذه الانتخابات ولا يرجون منها خيرا، ولذلك يقول الناخب أو الشخص أو المقترع يقول لك لماذا أذهب وأقضي بعض الوقت أو أصرف بعض الأشياء لحكومة سلفا جربت لمدة 20 سنة وهي حكومات فاشلة قاتلة سارقة لصوصية، فإذا ماذا ينتظر من هؤلاء؟ ربما الأكثر والأعنف بالسنة اللي تأتي بعدها من قتل وإجرام بحق الشعب العراقي المنكوب. لذلك لذلك أنه يفضلون عدم تحديث بياناتهم وتبقى كما هو، ولذلك راح يستغلون هؤلاء القتلة عدم تحديث البيانات من الموتى والمسافرين وغير ذلك ويضعوها في صناديق مقترحاتهم. نعم، حتى يعني بعض النواب مثل نائب محمد عنوس صرح بأن الشعب لا يثق بحكومات تقودها أحزاب ثبت فشلها طيلة هذه السنوات. يعني مثل هذا الاعتراف، كيف تقرأ هذا الاعتراف من شريك في العملية السياسية؟ عزيزي الكريم، أنا قلت مقدما قبل هذا السؤال أنه الشعب لعن هؤلاء الساسة ورأى منهم الدجل والكذب واللصوصية والسرقة، فكيف أنه يأتي الانتخاب قتل آخرين؟ هم نفس القتلة، هم نفس المجرمين، فهل يعقل إلا إذا كان مدفوع بأجر أو مدفوع بتهديد للذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ فأعتقد هذه الشعب العراقي وعى هؤلاء القتلة ولذلك لم يأتي إلى صناديق الاقتراع. سؤال يطرح للمواطن العراقي، ما الذي لدى هذه الأحزاب المشاركة في الانتخابات من جديد لكي تقنع ناخبيها بالمشاركة في هذه الانتخابات؟ هل من جديد؟ نعم، أكو شيء جديد وهو أنه السرقة أكثر والقتل أكثر والمشاكل الاجتماعية أكثر والمشاكل الأسرية أكثر والحالة الاقتصادية مزرية والحالة الاجتماعية أكثر سوداوية، ولذلك لا شيء جديد على الساحة العراقية،
لا شيء جديد ما دام هؤلاء القتلة يحكمون في العراق. هناك تصريح للجنة الأمن والدفاع النيابية بأن هناك محاولات لإثارة النعرات الطائفية لتأجيل هذه الانتخابات، كيف تقرأ هذا التصريح دكتور؟ سيد الكريم، ما يسمى بالإطار الشيعي مقسوم إلى ثلاث أقسام. قسم يريد مشاركة الصدر حتى يضفي نوع من الصدقية على الانتخابات. جانب آخر يريد استبعاد الصدر لوضع الكيكة كلها في جيبه. والجانب الثالث بينه. ولذلك هذه الانتخابات مقدمة فاشلة ومقدمة للسنة. أكو نقطة أساسية أخي الكريم أشير إليها. المكون الشيعي الآن يحضر لوضع بعض الانتخابات وبعض القوائم في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالة. هذا يدعو إلى التعجب ويدعو إلى أنه لماذا اختراق هذا المكون بهذا المكون. لذلك مسألة الطائفية ستكون سلاح ذو حدين. إذن دكتور نعم الراوي عبر سكاب من لندن الأكاديمي، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.